هذه المنافسات وهذه التحديات القوية. نبدأ مع البداية والصدارة، وتابع أول المراكز، وتابع الدوحة عبد الله بن محمد بن محسن بن حمد بو صلعة هنا على البداية والصدارة، يقدم الدوحة على أول المراكز، بينما ثاني المراكز وتابع من الجانب الآخر، وتابع الاسم القادم والتقدم في هذه اللحظات من تحليل سعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي هنا القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء وصلت ولا سعيد بن جابر بشينان البريد المري هنا القادم والمتواجد مع ولا على ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء وتابع متعبة سعد بن محمد بسالب بجهويل هنا يصل ويقدم متعبة مع رابع المراكز، وخامسا وصول من الجليلة مشعل بن سعيد بن علي آل سلمان القحطاني هنا متواجد ومنطلق مع خامس المراكز مع انطلاقة الجليلة. هكذا النداء متابعين الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة والمتواجدة في هذا الشوط هنا على الصدارة وعلى البداية، ولكن أتابع وأعود هناك، أعود مع الدوحة، الدوحة ولكن شعار الزعبي هناك يغير مع التحليل سعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي من ينطلق على البداية والصدارة، يقدم تحليل هنا على أول المراكز، الدوحة تتراجع مع ثاني المراكز عبد الله بن محمد بن محسن بو صلعة، بينما ثالث الأسماء وصل شعار القحطاني بدأ يتقدم في هذه اللحظات، يقدم الجليلة هنا مع ثالث المراكز مشعل بن سعيد بن علي القحطاني هنا مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء وتابع ولا سعيد بن جابر بشيران البريدي هنا مع رابع المراكز، وخامسا تقدم من الشاهينية خليفة بن أحمد بن خليفة العطية يصل مع خامس المراكز في هذه اللحظات، أسماء أيضا قادمة، أسماء قادمة مشاهدين الكرام ومتواجدة في هذا الشوط، هنا أيضا الداودية مبارك بن علي بن فهد الهاجري أيضا بدأ بالاقتراب، بدأ ينضم في هذه اللحظات، يقدم الداودية من تنضم هنا في هذه اللحظات وتغير بدورها إلى ثالث المراكز، الأسماء الأسماء قادمة والشعارات الله الله الله، ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة، تحليل هناك على أول المراكز مشاهدين الكرام، سعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي هنا من ينطلق على البداية والصدارة، ولكن الدوحة الدوحة تتابع الموقف، تراقب هنا أيضا الصدارة، تراقب البداية، شعارك يا أبو صلعة عبد الله بن محمد بن محسن بن حمد وصلعه هنا ايضا قادم مع الدوحه، بدانا بالاقتراب، بدانا بالاقتراب مشاهدينا الكرام، والكيلو الاخير، الكيلو الاخير افتتحنا ابوابه في هذه اللحظات بقياده تحليل، ولكن الداوديه قادمه في هذه اللحظات، مبارك بن علي بن فهد بن سالم الهاجري يصل مع ثالث المراكز، وهناك اتابع التقدم مشاهدينا الكرام، وصلت في هذه اللحظات، تقدمت هيبه سعود بن فهد بن مبارك بن رمضان المري يصل وينطلق في هذه اللحظات، الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام ربدة جهويل بن مبارك من حمد بن جهويل مع خامس المراكز، ولكن أعود مع تحليل، تحليل على الصدارة على مقدمة الشوط، الله 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 الزعبي هنا مع البداية والصدارة، سعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي مع البداية والصدارة، ولكن الأمور في خطر، الدوحة قادمة مع ثاني المراكز، عبد الله بن محمد بن محسن بن صلعة الله، ولكن تحليل، تحليل على الصدارة، عصاتها في بطانها ما تصدر عليها الأوامر، إلى هذه اللحظات لم تصدر عليها الأوامر، تحليل على مقدمة الشوط، الله الله الله، تحليل هنا مشاهدينا الكرام بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، سعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي هنا مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الخطيرة، ولكن القدوم الله، ولكن تحليل، تحليل خط النهاية، خط النهاية، وهنا أيضا الله اللحظات الأخيرة بدون
دون أي توامر عصاتها مغروزة في بطانها. تهانينا والناموس لسعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي على هذا الفوز والانتصار الداودية. ثانيا لمبارك بن علي بن فهد الهاجري. بينما ثالث المراكز كان الوصول من الدوحة عبد الله بن محمد بن محسن بوصلعة. رابع المراكز وصلت مشاهدينا الكرام هيبة سعود بن فهد بن مبارك بن رملان المري. وخامسا كان الوصول مشاهدينا من العذراء لكردي بن جاسم بن كردي من مقاس المري. هكذا كانت النتيجة. نعود بالتوقيت الزمني 6:07 من الثانية. تهانينا والناموس لمالكي تحليل على هذا الفوز. نهني سعيد بن عبد الله بن راشد الزعبي على فوز تحليلها تحليل في هذا الشوط لم تصدر عليها الأوامر. بينما ثاني المراكز وصلت الداودية ب6:02 بدون أي جزء من الثانية. نهني أيضا مالك الداودية مبارك بن علي بن فهد بن سالم الهاجري. بينما ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز هيبة ب6:02 من الثانية. نهني سعود بن فهد بن مبارك بن رملان المري. تهانينا والناموس للجميع. نتابع الفوت فينش هنا من مخرجنا علي ابو شارب هنا مع لحظات الوصول. وين الثالث يا ابو شارب؟ وصلت في ثالث المراكز بعد ايضا التحكيم وايضا الفوت فينش هنا الدوحه لعبد الله بن محمد بن محسن بن حمد بو صلعه. مشكور يا مخرجنا علي ابو شارب. هنا ايضا وصول ايضا الدوحه مع ثالث المراكز. تهانينا والناموس للجميع.